الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. أعلنت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية ستاندرد أند بورز عن وضع العراق في المجموعة العاشرة ضمن تقييم مخاطر الصناعة المصرفية. وبحسب تقرير الوكالة، تعاني المصارف العراقية من ضعف مؤسسي كبير وتعرض خطير للتوترات الداخلية والخارجية مع وجود ضعف في الشفافية والحوكمة، مشيرا إلى أن المخاطر الاقتصادية والصناعية في العراق تعتبر شديدة، إضافة إلى مخاطر الاعتماد العالي على النفط والذي يجعل من اقتصاد العراق حساسا لتقلبات أسعار النفط. اتهم نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أسامة السعد حكومة السودان بعدم الدقة خلال إعلانها افتتاح أقسام في عدد من المصانع خلال زيارة السودان مؤخرا. اتهم النائب باسم خشان دائرة صحة محافظة النجف بعقد صفقة فساد من خلال شراء 350 ألف قناع بكلفة 9 ملايين دولار أمريكي، رغم أن الدائرة لا تستهلك أكثر من 350 قناع في السنة. وقال خشان إن مدير صحة النجف قام بتكديس الأقنعة في الساحات والكراجات لعدم وجود مخازن تكفي لاستيعاب هذه الأقنعة، لافتا إلى أنه بعد شهرين من استلام الأقنعة تمت ترقية المدير وانتقل إلى وزارة الصحة. قال عضو لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية ياسر الحسيني إن المنتج العراقي تعرض إلى إهمال متعمد من قبل الحكومات المتعاقبة، وإن محاربة المنتج المحلي تقودها مافيا فساد متنفذة في الدولة. واتهم الحسيني الحكومة الحالية بتجاهل القرارات الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بحماية المنتج المحلي، وأضاف أن الأيادي الفاسدة داخل الوزارات تدفع باتجاه ضرب المنتج المحلي، وبالتالي ستزداد الأوضاع سوء أن مطالبا الحكومة التي رفعت شعار محاربة الفساد بالالتفات إلى هذا الملف المهم والخطير. قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إنها ترحب بالمؤسسات المالية الأجنبية والمستثمرين الأجانب ومنهم المستثمرون من الشرق الأوسط لزيادة الاستثمار في الصين. وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أن جهاز قطر للاستثمار وافق على شراء حصة تشاينا إي إم بي سي من شركة الاستثمار بريمفاريا كابيتال، وجرى تقديم الصفقة المقترحة إلى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لإبداء الرأي. ووفقا لمزود بيانات الصناعة جلوبال SDWF، استثمرت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط 7 مليارات دولار في الصين منذ شهر حزيران من العام الماضي، أي 5 أمثال المبلغ الذي تم ضخه خلال العام السابق. إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز إلى اللقاء.